بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الاول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ ودليل المعلم مع المحور الاول الحس العددي والعمليات، والوحدة الثانية منه العلاقات بين الاعداد، والمفهوم الثاني من الوحدة الثانية العوامل والمضاعفات. والنهاردة لقائنا مع الدرس السابع في الوحدة الثانية بعنوان العامل المشترك الأكبر. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. سبق لنا أن احنا شفنا إزاي بنجيب عوامل العدد من خلال شجرة العوامل، وبنحدد العوامل المشتركة بقى في درسنا ده. يعني انت في نهاية الدرس ده هتكون قدرت تحدد العوامل المشتركة لعددين صحيحين، وفي نفس الوقت برضو تستخدم اشجار العوامل عشان تحدد العامل المشترك الاكبر. يعني هنستخدم اشجار العوامل عشان نحدد العوامل المشتركة، وفي نفس الوقت هنستخدم اشجار العوامل عشان نحدد العامل المشترك الاكبر لعددين صحيحين. طبعا في درسنا النهاردة بدايته استكشف بيتكلم على الغوص في البحر الأحمر، وبيقول لي اقرأ الفقرة وجاوب عن الأسئلة. منطقة أو مناطق الغوص يعني بتعد بأجهزة للتنفس من المعالم السياحية الشهيرة في البحر الأحمر. أحد أشهر مواقع الغوص ده هو بخرة. البخرة دي طولها 80 متر، غرقت في سنة 1876 لما اصطدمت بالشعاب المرجانية في جنوب شرم الشيخ. الطاقم حاول يعمل لمدة 14 ساعة عشان يحرر البخرة، لكنها انقلبت وغرقت في قاع البحر على عمق 30 متر، يعني 10 ادوار كده في عمارة تحت الأرض، تحتها نزلت البخرة دي. يعني 30 متر مش بعيدة، يعني مش قريبة، بعيدة يعني. طب الجزء الداخلي من البخرة جواه مليان شعب مرجانية رخوة يعني لينة، وشعب مرجانية لونها اسود سوداء بنقول عليها، ومجموعة متنوعة من الاسماك. لكن الجزء الخارجي للبخرة مغطى بالشعاب المرجانية الصلبة اللي ماسكة قوية يعني، ويمكن رؤية العديد من الاسماك المتنوعة بتسبح داخل البخرة وخارجها. يعني اللي بيروح للغوص بيشوف الكلام ده في جنوب شرم الشيخ. طيب تعالى نشوف، بدأ بمجموعة أسئلة. أول سؤال فيه بيقول لي ذهب طه وشادي عشان يغوصوا بجوار البخرة، توقف كل واحد منهم عند فواصل منتظمة وعلى عمق متساوي عشان يطمنوا على المعدات اللي معاهم. فغاص شادي إلى مؤخرة البخرة على عمق 30 متر اللي قلنا عليها دي تحت سطح المية. يا ترى يفضل او يعني ايه هي الخيارات اللي ممكن تمثلها الفواصل المنتظمة عشان يقدر شادي يتوقف عندها؟ طبعا يعني مش منطقي او عملي انه يقف كل متر يعني، وبالتالي الواحد هنا هنتركه. وبرضو غوص مسافة الـ30 متر كلها مرة واحدة يعني صعبة، وبالتالي لابد من التقسيم. فهل يا ترى يبدأ بالتقسيم 2 متر 3 متر 5 متر مثلا؟ يعني معقول، لكن هو هنا بيقول لي انا عايز الخيارات اللي يعني لو انت خدت 30 متر هتنفع اتنينات هتبقى بس 15 مرة هيقف، برضو التلاتة هيقف 10 مرات، الخمسة هيقف 6 مرات. لو شفنا تقسيم تاني مثلا 2 و3 و5 و6 برضو ده منطقي، كلام جميل. طب لو شفنا 2 و3 و5 و6 و10 و15 واضح هنا من الجزئية دي ان دول العدد ده بيقبل الاسم عليهم 2 وعلى 3 وعلى 5، 30 بتقبل على دول كلهم، وبالتالي
هيبقى ده افضل للخيارات بتاعتهم، وبالذات ان دي تعتبر عوامل لانها بتقبل العدد ده يقبل القسم عليها كلها. طبعا هو استثنى الواحد والتلاتين اللي قلنا عليها متر واحد مش عملي والمسافة كلها مش منطقية برضو، وبالتالي هتبقى انسب رد للتقسيمات بتاعتنا هي العوامل دي كلها اللي ممكن يختاروا منها. يعني هو باختصار كل المسألة دي عايز يقولك هاتلي عوامل التلاتين بس استثني الواحد والمسافة كلها اللي هي التلاتين. فاحنا لو استثنينا الواحد والمسافة كلها اللي هي التلاتين هتبقى نمرة جيم هي الإجابة بتاعتي اللي هحط تحتها خط أو أعمل عليها مستطيل بالشكل ده. طبعا دي بقى هتبقى ناقصة، فعشان كده مش هناخدها، وغير انها ناقصة ال 12 مش هتصلح تكون عامل مشترك ل 30 لان ال 30 لا تقبل القسمة على 12. طبعا انت بتلاحظ ان الواحد لو عملناها بقوس قزح هتلاقي هنا في واحد وهنا في 30 اللي هي اول قوس من فوق. القوس الثاني هيبقى 2 في 15 اللي هو البداية مع النهاية دي. القوس الثالث هيبقى 3 في 10. القوس اللي بعده هيبقى 5 في 6. يعني لو عملناها من خلال قوس قزح زي ما قلنا عشان نجيب العوامل دي، طبعا طريقة برضو غير شجرة العوامل، دي طريقة تانية بنجيب بيها العوامل. طيب إذن اتفقنا على ان دي هي كل العوامل باستثناء الواحد والتلاتين اللي هو قايل عليهم. طب غصتها على عمق 15 متر، هنا بقى عايزين خيارات تمثل الفواصل المنتزمة، وبرضو يعني مش منطقي انه يتوقف عند الواحد ولا عند ال 15 كلها. هنبتدي نشوف الاعداد اللي بتقبل ال 15 القسمة عليها. يعني لو عملناها بطريقة قوس قزح برضو هنلاقي 1 مضروب في 15، 2 مفيش، 3 مضروب في 5. يعني لو شفنا الكلام ده هنلاقيه فين؟ دي 3 و5 بس، تمام كده؟ طب ما جابش 1 و15 وهو قال استثناها، يعني استثنيها ما تتعاملش معاها. طب نمرة به الاثنين مش هتنفع معايا، وبالتالي هيترفض الاختيار به ده لان ال 15 ما بتقبلش القسمة على 2، وبرضو دي زيها ما بتقبلش القسمة على 2 ودي زيها، وبالتالي هتبقى الاجابة بتاعتي هي رقم الف، تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده لسؤال دخلنا فيه في تحدي. تحدي ايه؟ بيقول لي لو توقف الاثنين طه وشادي على نفس الفواصل المتساوية، اكبر مسافة ممكن هما الاثنين يغصوها قبل ما يتوقفوا تكون ايه؟ طبعا زي ما احنا شايفين دي عبارة عن 3 و5 بس، هنا في 3 وفي 5 لكن الباقي كمان طبعا مش مذكور هنا، فما ينفعش يكون مشترك. اذا المشترك هنا هو 3 و5، خدتوا بالكم معايا؟ طب واكبرهم ايه؟ الخمسة. وبالتالي هنا بيقول لي هات لي العوامل المشتركة، العوامل المشتركة هي 3 و5، هات لي العامل المشترك الأكبر اللي هو يعتبر سؤال التحدي ده، هقول له هي 5 لأن 3 و5 هم المشتركين، وبالتالي لو مشيوا واحد هيمشي كل 5، تمام كده؟ يعني أول 5 وبعدين يوصل ل10 وبعدين يوصل ل15، التاني هيمشي نفس الكلام وهيزيد عليه لغاية ما يوصل إلى إيه؟ إلى 30 بتاعته، تمام معايا؟ طيب تعالى نشوف حاجة تانية في جزئية تعلم. بيقول لي ما المشترك؟ اقرأ ما يلي واكمل المسائل التالية. بيقول لي ممكن تذكر لي عوامل العدد 20 وتذكر لي عوامل العدد 28. طب تعالى نعملهم في شجرة العوامل بالشكل ده. العشرين هتبقى عبارة عن 4 في 5، وبعدين الاربعة مش عدد اولي بتتحلل الى 2 في 2، يبقى كده اصبحت 2 في 2 في 5 بتديني العشرين، تمام كده؟ ده بالنسبة للعشرين. بالنسبة للتمانية وعشرين هاخدها 4 في 7، برضو الاربعة عدد غير اولي حطيت عليه مربع زي الاربعة اللي هنا وحللتها الى 2 في 2، وبالتالي هتلاقي حاجة هنا ان 2 في 2 بتديك 4، وان 2 في 2 في 7 بتديك 28، وان 2 في 7 بتديك 14، وهنا 2 في 5
بتديك 10. دي كلها عوامل. عشان كده هو بيقول لي طب اذكر لي بقى كل عوامل العدد 20 عشان اجيب له عوامل العدد 20. ما قالش بقى عوامل اولية، هو قال لي كل عوامل العدد 20، وبالتالي كل عوامل العدد 20 اللي انا سبته هاخده معايا. طبعا الواحد ما بيتحطش هنا، انا هحطه تمام كده، والاثنين موجودة والاربعة موجودة اللي هي 2 في 2 في 4، والعشرة موجودة اللي هي 2 في 5. واخدين بالكم من الحوار اللي انا بقوله ده؟ ركز معايا، ركز، لان الموضوع يعني حلو شيق يعني. طب كلام جميل. اذا انا هنا لما اجي اقول له عوامل العدد 20 هجيبهم ارصهم كلهم، لو اتعملوا بقوس قزح هيبقى 1 في 20 اللي هي دي، و2 في 10 اللي هي دي، و4 في 5 اللي هي دي. اذا طلع كام عامل عندي؟ طلع عندي 6 عوامل، في حين ان اللي طلعت هنا في العوامل الاولية هو 3 عوامل بس. طب لما اجي لل 28 هقول العوامل بتاعتها ايه؟ برضو 1 في 28 هاخد الواحد في الاول وال 28 في الاخر، والاتنين في 14 هاخد الاتنين في الاول وال 14 قبلها، يعني بالشكل ده 1 في 28 و2 في 14. طبعا 3 ما تنفعش لان ما فيش عدد اضربه في 3 يديني 28، فهاخد الاربعة اللي هي 4 في 7. هتلاحظ ان السبعة سبعة مش موجودة، موجودة هنا وموجودة هنا، لكن ال 14 دي اللي هي 2 في 7 دي موجودة هنا ومش موجودة هنا في العوامل الأولية. ده هيدخلنا بقى في موضوع جميل جدا، تعالى نشوف شوية أسئلة كده نرد عليهم. هنقول مثلا نعملها السبورة بتاعتنا وبنشرح عليها. بقول لك الأربعة هو عامل من عوامل العدد 20. طب اي جزء في تحليل العدد لعوامله الاولية اللي هم 2 في 2 في 4 ده اهي يديني الاربعة بتاعتي. طبعا هو مين؟ ال 2 في 2. اذا ال 2 في 2 هي اللي بتجيب لي ايه؟ 4. طيب سؤال تاني، ال 14 اللي كنا بنتكلم عليه عامل من عوامل ال 28، جبناها هنا اهو من عوامل ال 28 14. طب لو بصيت لعوامل ال 28 الاولية هنا، ال 14 فين هي؟ هي الاتنين في ايه؟ في السبعة، وبالتالي هقول له 2 في 7. طب سؤال تاني برضو كمان، لو بصيت لقائمة العوامل دي، خدوا بالكوا بقى، بصيت لقائمة العوامل دي، طبعا احنا عارفين ان الواحد عامل مشترك لجميع الاعداد، يعني اي عدد بتجيب له عوامل تبتدي بالواحد وفي اخره تجيب العدد نفسه. فهو بيقول لي هنا بص بقى القوائم العوامل دي وقول لي مين العامل الاول، نظر لقائمة العوامل شوف لي العامل المشترك الاكبر فين، مين مشترك موجود في دي وفي دي في نفس الوقت؟ الواحد موجود ماشي، وبعدين والاتنين موجود كويس جدا، وبعدين الاربعة موجودة في دي وفي دي، مشترك في دي وفي دي، واخد بالك معايا؟ وبالتالي يبقى لا الخمسة موجودة هنا ولا السبعة موجودة هنا، لا العشرة موجودة هنا ولا الاربعتاشر موجودة هنا، ولا العشرين موجودة هنا ولا التمانية وعشرين موجودة هنا. اذا المشترك هم الثلاثة دول ودول، واكبرهم هو مين؟ هو الاربعة، وبالتالي هقول له اربعة. خلاص كده؟ طب تعالى شوف لي كده ايه العامل الاولي اللي بيشترك فيه العددين، سواء بصيت لدي او بصيت لدي هتلاقي العامل الاولي اذا كان في دول، بس بشرط انه يكون مشترك في الاثنين، يعني الخمسة عدد اولي لكن مش موجودة هنا، السبعة عدد اولي لكن مش موجودة هنا، الواحد طبعا مش عدد اولي مرفوض. اذا مفيش غير الاثنين اللي لو بصنا لهم كده هنلاقيهم موجودين في دي وموجودين في دي، وبالتالي هقول له هو مين؟ هو اثنين. طب خد بالك بقى هنا بيكمل السؤال اللي بعده، بيقول لي ما ناتج ضرب العوامل الأولية التالية؟ أول عامل عندي بيقول لي إيه؟ عوامل أولية انضربت في بعضها بتديني العدد 2 في 3 في 3، 2 في 3 ب 6، 6 في 3 بكام؟ ب 18، يبقى هقول له 18. طب 3 في 3 في 5، 3 في 3 ب 9، 9 في 5 بكام؟ ب 45، أقول له 45. كلام جميل لغاية كده كويس. طب بقول لك بقى العوامل الأولية اللي بيشترك فيها العددين
هنا وهنا، بص لهم كده هتلاقي مين؟ هتلاقي عندي اتنين، لا ما فيش اتنين، في ايه؟ في تلاتة عندي، بس تلاتة هنا مرتين، خد بالك، هنا تلاتة وتلاتة وهنا، او بمعنى اصح ممكن نقولها بطريقة تانية، بدل ما بنحط دوائر على دي ودي، لا نحط على المشترك هنا اللي هما الاتنين دول والاتنين دول، يعني نقول له ده مشترك اهو اللي هو 2 في 3، وهنا موجود 2 في 3 في 3 اسف، وهنا 3 في 3، اللي كنا بنعملها كده يعني. ممكن تعملها برضو زي ما كنا شغالين في سنه رابعه، ان انت بتاخد دي لوحدها في دايره ودي لوحدها في دايره، وبعدين بتاخد المشترك من كل واحده، بتاخد منها واحده وبتضرب واحده في الثانيه، يعني ممكن اقول 3 هنا مشتركه والثلاثه الثانيه دي مشتركه، يبقى 3 في 3 وبالتالي هتديني كام؟ هتديني 9. فانا لو سالت بقى وقلت لك العامل المشترك الاكبر اللي بنسميه، خدوا بالكم، عامل مشترك اكبر، بناخد العين من كلمه عامل والميم من كلمه مشترك والف من كلمه اكبر، هيكون هو مين؟ الثلاثه في 3 اللي هي بتديني كام؟ 9. وصلنا واستوعبنا الكلام حبايبي وعرفنا التفاصيل. طيب تعالى نشوف برضو موضوع تاني نتكلم فيه. كلامنا النهاردة بقى على العامل المشترك الأكبر، اعمل بمفردك، اشتغل لوحدك، وياريت توقف الفيديو وتحل التمارين وترجع تاني تطمن على اللي احنا عملناه. هو بيقول لي اذكر عوامل العدد 42. طبعا ما دام قال اذكر عوامل ما قالش كلمه اوليه، يبقى اجيب له العوامل كلها، وممكن من خلال ضرب في قوس قزح او اخدهم على جنب كده واشوف واحد اتضرب في كام، 2 في كام، يعني اقول 1 في 42 وبعدين 2 في 21 وبعدين 3 في 14 وبعدين 4 ما تنفعش، 5 ما تنفعش، 6 في 7، وبعدين ابدا اخد كده من الصغير وانا نازل كده اهو واطلع كده. واخدين بالكم معايا؟ سبق لنا شرحناها بالتفصيل قبل كده. فهقول العوامل المشتركه عباره عن الواحد في 42 اهي، والاتنين في 21 اهي، والتلاته في 14 اهي، والسته في 7. طب بيقول لي بقى ممكن تكمل شجره عوامل العدد 42 اللي هي بنحللها في لعوامله الاوليه؟ هو هنا اختار 2 عدد اولي، يا ترى الاتنين هتنضرب في كام عشان تديني 42؟ اهي موجوده قدامي اهي 2 في 21، وبالتالي هقول له 2 في 21، ال 21 عدد غير اولي. طب العدد غير اولي ده كام في كام تحليله الاعداد اوليه؟ 3 في 7، وبالتالي بكتب له هنا 3 في 7. طب من شجرة العوامل اللي قدامنا دي طبعا كده طلع لي بقى ايه العدد بتاعي اللي هو 42 عبارة عن 7 في 3 في 2، كويس كده، ده العدد ايه؟ 42. طب بيسأل لي سؤال تاني، بيقول لي ممكن تجيب لي قيمة العدد نون في المعادلة دي اللي قدامي؟ المعادلة اللي قدامي نون بتساوي ايه؟ 2 في 2 ب4، 4 في 7 ب28، اذا نون ب28. بيقول لي طب ايه العوامل المشتركه بين 42 اللي انت شايفها قدامك دي وبين ال 28 اللي هم دول؟ يعني هنا في 2 في 2 في 7، تمام كده، وهنا في الواحد وانت ماشي كده اهوت لغايه ال 42 زي ما احنا شايفينهم قدامنا كده، ادي 3 6 8، 8 عوامل، مين المشترك فيهم؟ هنبدا نبص على واحده واحده. طبعا الواحد موجود في ده وفي ده، الاثنين موجوده في ده وفي ده، مش كده؟ وبالتالي بنقول واحد لان هو بيسالنا على المشترك، هيبقى واحد لانه موجود مش موجود هنا، عشان كده احنا بنلجا الى ايه؟ الى عشان نطلع العوامل المشتركه، الافضل انك تستخدم العوامل مش العوامل الاوليه عشان تقدر تجيب له العوامل المشتركه. يعني هنا في ال 28 مفروض اجيبها زي ما جبناها من شويه في الصفحه اللي فاتت، اللي هي 1 في 28 و2 في 14 و4 في 7، وابدا اشوف المشترك بينهم، هلاقي الواحد موجود هنا وهنا في ال 42 وفي ال 28، والاثنين موجوده برضو في ال 42 و 28، والسبعه موجوده في الاثنين برضو، وال 14 موجوده في الاثنين. معلش انا نسيت اجيب ال 28 هنا، بس احنا قلناها هناك، يعني انت ممكن حتى تعملها، يعني اقولها لك انا وتكتبها، يعني واحد وبعدين 2 وبعدين 4
وبعدين ستة، لا سبعة، وبعدين 14، وبعدين 28. تمام؟ اذا هتلاقي المشترك هو 1 و2 و7 و14. طب ايه العامل المشترك الاكبر بقى بين الاثنين؟ هتلاحظ ان ال 14 هي اكبر حاجة اللي موجودة، طبعا 28 اكبر حاجة، اكبر عامل فيها اللي هو 28، لكن مش موجود هنا فما جبناهوش. اذا ال 14 دي هي اكبر حاجة موجودة عندي، وبالتالي تبقى هي العامل المشترك الاكبر للعددين نون واثنين واربعين. برضو بعد كده بيقول لي استقلت مجموعتين وسائل نقل عام في شرم الشيخ، كل التذاكر بنفس التكلفة، انفقت المجموعة الاولى 16 جنيه والمجموعة الثانية 12 جنيه. خدوا بالكم من الكلام، المجموعة الاولى 16 جنيه والمجموعة الثانية 12 جنيه في الاغلب. ما تكلفة كل تذكرة؟ بيلفت نظرك هنا بيقول لك لازم عشان تعرف تكلفة كل تذكرة يبقى محتاج انك تجيب العامل المشترك الاكبر بين ال 16 وال 12. نبتدي نشوف كده عوامل ال 16 ايه؟ 1 و2 و4 و8 و16. طب وعوامل ال 12 ايه؟ 1 و2 و3 و4 و6 و12. طيب ال 16 تحليل عواملها الأولية 4 في 4، ده مش أولي وده مش أولي، نحلل ده للأولي 2 في 2 وده في الأولي 2 في 2، اداني 2 في 2 في 2 في 2. تمام كده؟ طيب وال 12 بقت اخترنا لها مثلا 3 في 4، طبعا كل واحد هيختار العددين اللي يعجبوه، ال 4 ما هيش اولي، نحللها ل 2 في 2. فلاحظنا هنا ان الاثنين جت مرتين، خدوا بالكم طبعا هنا جايه مرتين برضو، يعني هنا انضربوا ببعض وهنا انضربوا ببعض، فممكن نقول ال 4 مشترك بين الاثنين اللي هي 2 في 2 و2 في 2 زي ما عملنا مع الثلاثة هناك، مش كده؟ او الاسهل لك هنا ان انت تشوف المشترك مين، لو بصيت لهم كده قدام منك هتلاقي الواحد والاثنين هما المشتركين، واربعة برضو مشترك. تمام؟ 1 و2 و4 موجودة هنا وموجودة هنا، 8 مش موجودة هنا، 16 مش موجودة هنا، وبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى الاربعة هي اكبر عامل المشتركين، 1 و2 و4، واكبرهم هو ايه؟ 4. فنقول له في الاختيارات بتاعتنا هي الاربعة جنيه، يعني المتوقع ان تكون تكلفة كل تذكرة باربعة جنيه. جاب لك بعد كده جزئية، فكر بقى اشرح بطريقتك انت اللي انت تعرفه عن تحليل العدد لعوامله الاولية، وازاي بيساعدك في انك توجد العامل المشترك الاكبر للعددين، وايه العلاقة اللي اتضحت لك دلوقتي لما جينا نحلل الاعداد الى عوامل. تحليل الاعداد الى عوامل بيديني كل العوامل بداية من الواحد الى العدد نفسه، تمام؟ وتحليل العدد الى عوامله الاولية بيديني العوامل الاولية بس اللي حاصل ضربها بيديني العدد. ممكن اجيب اقول له كده، ممكن اجيب ان العامل المشترك او اجيب العوامل المشتركة من خلال عوامل العدد كاملة واختارها، وبعدين طبعا ابدأ بعد كده اشوف العامل المشترك الاكبر. وممكن تخدمني برضو زي ما شفنا من شوية، دي 2 في 2 ودي 2 في 2 ودي 2 في 2، هنا 2 في 2 و2 في 2، لكن هنا 2 واحدة في 2، وبالتالي باخد دي اللي هي متكررة هنا بس، يعني اخد 2 2 مضروبين في بعض اللي هم دول اللي اتكرروا، لكن دول ما اتكرروش هنا، التلاتة ما اتكررتش هنا، تمام؟ وبالتالي قلت 2 في 2 جابت لي ايه؟ 4. ارجو ان انتوا تكونوا وصل لكم الدرس ببساطة حبايبي واستفدتوا منه. وما تنسوش الصورة اللي موجودة هنا هتتفتح معاك لو ضغطت عليها، دروس الشرح بتاعتنا في الكتاب، وبالاضافة لبرضو الصورة اللي هنا
هتلاقي معاك دروس الكتب الخارجيه بمراجعتها، يعني تقريبا حوالي 43 فيديو نزلوا، ومفاهيم الرياضيات الفيديوهات المختصره السريعه اللي على قناتي معلم الرياضيات، لو ضغطت على الصوره اللي في النص هتدخل عليها مباشره. كل الروابط هتلاقيها في علامه الاي وفي صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت، بالاضافه لرابط قناتي للترم الثاني براعم مبدعه اللي هي هتلاقيها جنب عنوان الفيديو، وبرضو قناتي للترمين اللي هي معلم الرياضيات من كيجي لثالثه اعدادي، تضغط عليهم جنب عنوان الفيديو تدخل عليهم. يسعدني اشتراكك وتفعيل الجرس في قنواتي، بالاضافه لقناه مبدعون اللي عليها كرتوني وديسكفري، ويسعدني اشتراكك في كل قنواتي. وبكده حبايبي يكون وصلنا لنهايه لقائنا مع درسنا، والى اللقاء مع درس تالي مع اطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.